السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على هذه البصلة اللي كتجي أكلة رائعة وكتجي زوينة وسهلة، وكيبغيوها الكبار والصغار. حنا كنحيدو هذه القشرة الفوقانية وكنخليو هذاك الراس التحتاني كيبقى شاد البصلة. انا غادي نحيد هاد الشوائب اللي كيكونوا في الوسط ديال البصله. وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير، واللي عجبكم ديروا لايك وشاركوا في القناه اللي باقي ما شاركش في القناه، باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله. انا هنا وجدت البصله بعد ما غسلتها ونقيتها، كنقطعها بحال هكا، ما كنقطعش حتى هادي، كنخلي واحد السنتيم في التحت يكون شي موس حاد بحال هكا ماضي، نقطعت من الوسط ديالها وكنخلي التحتاني ديالها شاد بحال هذا، كنزيد تاني نقطع بحال هكا، كندير هاد البصله المتوسطه كتجي زوينه، كنزيد تاني نقطع. انا قطعتها هنا على 8، كتولي محلوله، وكنجي للوسط وكنحل البصله من الوسط ديالها باش كيجيو دوك الرويسات رقاق. ولا كانوا شادين من الفوق كتقدروا تضربوهم حتى من الفوق، انا دابا غادي يبانوا ليا باقي مسدودين، غادي نعود نضربهم هكا من الفوق باش كتحل البصله، كتولي اصابع صغار، نحاولوا معها باش ما نهرسوهاش. الوليدات ما كيبغوش ياكلوا لنا البصله بحال هكا، غادي يقدروا ياكلوها لان هي مفيده. كنزيد نصاوب البصله الاخرى، ما كنهبطش معاها حتى هناك. غادي نجيب الطحين واحد 3 المعالق، كندير الملح حسب الذوق، الكركم، الخرقوم البلدي معلقه، راس المعلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره او الفلفله حلوه، معلقه الكمون. هنا كندير الثومه بودره، كندير حساب معلقه، وتنخلطهم مع 3 المعالق ديال الطحين. نتوما ديروا الطحين اللي كيوالمكم، انا درت الدقيق الابيض، واخا يكون القمح راه كيجي زوين، كيتنسم هاد الطحين بعد ما كنسموه. حنا غادي نجيو هنا ندردروه في هاد الاصابع ديال البصله، وعاود نسوس بحال هكا باش ما كيهش الطحين بزاف. البلاصه اللي ما وصلهاش الطحين كندخل ليها هكا الطحين، غادي تجيب البصله الاخرى عاوتاني. هنا كيبان ليا داك الراس ديالها الداخل ديالو كحل، غادي نحيدو داك الوسطاني، كنحل هاد الاصابع بحال هكا كنرشو بالطحين مزيان، ولكن بعد ما نرشو كنقلبو ونصوصو باش ما كيبقاش هاد الطحين بزاف باش ما يتعلقش. اما الريوس ديال البصله تحلو، غادي نجيب واحد البيضه، وغادي نجيب هاد الحليب بوليسيما، انا كيعجبني كندير به الوصفات، كندير واحد رشه الملح وكنضرب هاد البيضه مع هاد الحليب. وغادي نجيب هذيك البصله، كنغطسها في هذاك البيض، وكنبقى نرشها بالعاشق هكا بالمعلقه حتى كتشرب هذاك الحليب والبيض، خليها تسقطر شويه بحال هكا حتى نقطر. وعاد باش غادي نعاود نرجعها للطحين، وكنرش الطحين
ما كنقويش باش ما يتعلقش مزيان وتعجن الوسط. كنحاول كنرش الطحين وكنسوسها وكنحل هاد الاصابع. هنا كنستمر عليها بحال هكا، كنرشها بالطحين وكنسوسها. وغادي نوجد واحد الحمام زيت، كنحاولوا نديروا الزيت جديده. قلبتها على الوجه ديالها وحطيتها في هاد لالوش بحال هكا اللي كتكون مثقبه. وغادي نخليها طيب شويه بحال هكا عاد باش كنزلها باش ما كيتهرسوش لي هذوك الريوس ديال. هنا كنفك غير شويه بحال هكا. غادي نبدا نحلها بحال هكا بالمعلقه، وكنرش الزيت سخونه باش كيدخل فيها الطياب. بعد ما كتسخن الزيت كنقصوها وكنخليو العافيه كطيب غير بالمهل باش كطيب باش كيدخلها الطياب. كنستمر هكا كنرش عليها الزيت. كنعود نقلبها باش كتشرب طياب كتجي ديك القرمشة فيها زوينة. هي طابت وجدات، كنحاولو نهزوها غير بشوية كنقطروها من الزيت. هي وجدناها وغادي نرمي الاخرى اللي عندنا. غادي نهبطها بشويه بشويه. وكنبدا نخوي عليها الزيت طيبة باش كتطيب من الوسط. عندنا هنا كنخويو عليها وهي كتحل كتجي بحال الشكل ديال الوريضة. هادو كتحل هكا. كنحاولو ملي كنبغيو نهزوها كنهزوها عاد بالمهل باش ما كنهرسوهاش. بعد ما كنقليو هادشي في بحال هكا شي اكله في الزيت راه مره ما فيها باس. ما كنديروش القليان دائما، ولكن شي مره راه كنبغيو شي شهيوه اللي كناكلوها هكا في الزيت غير كنقطروها مزيان. ها هي وجدتها، وجدت معاها درتها معاها شويه اللحم محمر بحال هكا كنرافقها به، وكتجي رائعه وكتجي بنينه. وجربوها وردوا عليا في التعاليق ديالكم، ولا عجباتكم ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة اللي باقي ما مشاركش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.